عمليه البيع والشراء في عمليه ركود خالص، ركود تام، يعني ما فيش الحركه يعني من 3 4 اشهر ما فيش الحركه اللي احنا بناكل ونشرب منها بصراحه. يعني زي مثلا كنا بنستهلك مثلا قفصين 3، دلوقتي بقينا نستهلك قفص، بقينا نستهلك 5، بقينا نستهلك 4. العمليه في الركود يعني كل مدى مش في الزياده، لا في النزول، ما بتزيدش. السبب والله ما اعرفش، انا واحد من الناس، انا بياع كل يوم في السوق، ما اعرفش. هو رفع معانا الفراخ شويه، رفعها بنسبه يعتبر 20 30%، وجات من ساعه ما الكهرباء قطعت يعتبر زاد برضو 30%. مش عارفين هنعمل ايه تاني. ما هو التاجر رفع علينا في السعر، رفع علينا يعتبر مثلا يعتبر 20% فبنضطر نرفع الزبون نفس النسبة، بدل ما بنحط نص بقينا نحط 75، بدل ما نحط 75 بقينا نحط جنيه. فعملية الزبون في نفس الوقت بيجي بيبقى، هتقول لي انا تابع الاخوان، والله ما تابع الاخوان، تابع السيسي والله ما تابع السيسي، تابع اي حد، انا تابع الله. لو السيسي يمشيها هقول له انت ابويا، الاخوان يمشيها هقول لهم انت امي. والله تعبت، والله والله انا بقالي اسبوع اقسم بالله العظيم من ساعه ما الكهرباء قطعت انا ما دخل بيتي جنيه، مفيش بعد كده، والله جنيه ما دخل بيتي. وادينا انت شايف بنبيع ونشتري غصب عننا. القوطه برضه ب 2.5 و3 جنيه، والبياع برضه غصب عننا. وعندك الرز اللي كان بيرحمنا شويه اللي كنا بناخده على التومين مفيش، يعني اتشال دلوقتي، اللي كان رحمنا على التومين دلوقتي اتشال. هنضطر ان احنا دلوقتي نشتري رز منين من بره اللي كان بيوفر لنا عندنا في بيتنا ده، هنضطر دلوقتي ان احنا ناخد ايه؟ نشتريه من بره. عايزين احنا تومنا يرجع زي ما هو، مش عايزين احنا الحاجه اللي هي مبلاش دي، حاجه مبلاش دي احنا مش هتنفعنا، عايزين تومنا يرجع زي ما هو. انت إيه؟ مع المنظومه القديمه ولا مع المنظومه الجديده في الدعم؟ احنا مع القدام، احنا بناخد تومين من زمان، كنت باخد 8 كيلو سكر، 4 رز، 6 زيت، 4 رز 8 برضه، لا كان بينزل 8 وكان بينزل احيانا 4، دلوقتي بقى خدنا كام؟ 4 كيلو، بعد ما كنت باخد 8 سكر باخد دلوقتي 4 و4 زيت، وحضرتك 4 زيت برضه باخدهم، يعني كل حاجه رجعت النص بالنص، وما فيش رز ولا اي حاجه. واحنا يعني احنا ارزاقيه يعني على قدنا، يعني ما وجوزي مش هو متوظف ارزاقي وراه. تفتكر ايه السبب في زياده الاسعار؟ الله اعلم بقى انت يعني ايه الناس اللي الكبيره اللي بيغلوا يعني الحاجه، الحاجه هي اللي اصلا هي اللي جاليه من عندهم. حضرتك اللي هي الاسعار جايه غاليه من فوق. يعني اللي بيبيع دي مالوش ذنب. الحاجه اصلا جايه غاليه من فوق والعكس. يعني مثلا يجيبوا الكيلو البتنجان بكذا، يجيبوا بكذا، هي الحاجه غاليه من فوق. كل حاجه رفعوها اصلا من عندهم من فوق. تيجي رفع دعم الهزيمه الصرار اثر على زياده الاسعار؟ امال ايه؟ يعني ده ما كنت بجيب مثلا الحاجه بخمسه، دلوقتي بجيبها ب 10 بزياده عليا. كل واحد على قده دلوقتي. الراجل الارزاعي دلوقتي يعمل ايه؟ والناس تعبانه يعني ما يعني الشغل بصراحه يعني ما فيش شغل زي الاول خالص. شوف انت الحيط اترفع، الاسمنت اترفع، كل حاجه اترفعت، الطوب اترفع، كل حاجه اترفعت. دلوقتي اللي عايز يعمل البيت بتاعه الدور الثاني ولا الثالث مش عارف، مش عارف يعمل اي حاجه. وحضرتك انت عارف بكفه حاجه، يعني الحاجه كل حاجه اترفعت، كل حاجه غاليه، واحنا يعني بنمل ونتعدل عشان نوكل عيالنا. هنعمل ايه طيب؟ يعني انا جوزي ارزاق، لما انزل اخد لي قد 100 جنيه ما بتقضنيش، كل ما انزل اجيب حاجه لعيالي وانا معايا 5 عيال، وجوزي شغال في الغيط خضر بالاجره، يعني اجرته نهار ما هياخد 50 60 جنيه مش هيعملوا حاجه، ومعايا عيال في المدارس. انا لما باجي النهارده الكيلو الاوراق اللي كان ب 15 وب 14 ب 20 جنيه وب 19 جنيه 19 جنيه وغصبا عن البياع اللي هنا على فكره، يعني كل الشوا والغلا والكوى اللي احنا فيه ده جاي من فوق. المفروض برضه يبصوا للناس القريات اللي زي حالتنا كده. ايه السبب في زياده الاسعار؟ والله مش عارف حضرتك اللي جاي تسال، انا مش عارف.
السبب مش عارف. حضرتك بقول لك البياع مالوش ذنب. الله اعلم برضه اللي هو مالوش، ما ممكن برضه يتكلم مع تجار الجمله الكبار مثلا ان احنا ناس على قد حالنا. يعني نزلوا لنا الحاجه شويه. مش عارفه جايز يكون البلزم والحاجات دي اللي غلت الاسعار. جايز ما هو البلزم الاخر زاد والجاز زاد. مفيش حاجه ما فيش حاجه بترخص خالص. التومين دايخين عليه، يعني انا بيتي دور والطوم فوق. يعني يعتبر هو دور واحد. ما عنديش مش عمارة ولا احنا ناس يعني على قد حالنا. والحمد لله ربنا سترها وقال والله. ممكن يجي لنا 100، ممكن يجي لنا 70 80 90. والكهرباء بقى يعني ما اقولكش، انا ببيع شويه حاجات في بيتي. المية حضرتك برضه زادت يورو، المية بعد ما كانت ب 18 جنيه خلوا شهر المية دلوقتي ب 25 جنيه. احنا المية بتجي لنا فيها مجال. شهر المية. المية بتجي لنا اللي احنا بنشربها فيها مجال. وعلشان نجيب جيركن نجيبه بجنيه ونص صغير كده ما بيكفناش اليوم. المياه عندنا فيها مجال، المياه بتاع الحكومه فيها مجال، عشان ما كده لما اخذ لو اتوضى ولا اعمل حاجه بستحم. اه والله بقى كذا اسبوع على كده، يعني ما مش عارفه املى منها حاجه خالص، ما بملاش منها للشرب خالص، حتى لما اخذ للوضوء برضه ما بنرضاش نتوضى منها، فبنشتري ميه الشرب برضه. اطلب ان ربنا يهدي الحال ويبص للناس الفقيره ديك ويخلونا نطمن على احوالنا، وربنا يهدي كل من كان يا رب، وربنا يهدي الشعب ويهدي الناس. احنا دلوقتي الشبعان هو اللي بياكل، هو اللي بياكل. يعني انا دلوقتي ولا ليا تومين ولا ليا عيش ولا ليا اي حاجه في الدنيا دي. اموت بقى جوزي ارزاق اموت، ابقى دافع عن لقمه عيش. اه واقفه ببيع في السوق اعمل ايه؟ هو الفقير اللي هيموت في الحته دي، الشعب اللي احنا فيه ده الفقير اللي هيموت. بس انت بقى تبيع الخضار نصه وتلم نصه، ما هي دي المشكله بقى. يعني حتى ما يطلعلكش حسنه في الخضار اللي احنا بنبيعه، ونضطر نبيعه بثمنه عشان نوزعه. يعني احنا بنضطر نبيعه بثمن عشان نوزعه، عشان ما نرميش حاجه. يعني زمان تعبان خلاص، بطل الزبون بطل يعاني. اه الزبون زهق. اه قال له 30 سنه، قال له 30 سنه يعني بناكل وبنشرب. كنا الاول مبسوطين، دلوقتي ما فيش، دلوقتي ما فيش اي حاجه. الزبون ما بيشتكي من كل حاجه، مش من سلعه واحده، بيشتكي من كل حاجه. يعني كل حاجه غليت، كل حاجه رفعت، مفيش حاجه رخصت، مفيش حاجه اتقبضت خالص. بتنجان ب 3 جنيه، بتنجان اللي كان بجنيه وبنص جنيه، القوطه بقت ب 3 جنيه. مفيش حاجة رخصت يا عم الحاج، البطاطس ب 3 جنيه، البصل ب 3 جنيه، الجزر ب 6 جنيه، كل حاجة راحت في الضياع، خضار مالوش عازة. يعني أنتوا شايفين الدمار اللي في الدنيا دي، إيه اللي السبب في الدمار اللي في الدنيا ده؟ كل حاجة متبهدلة. الخسائر دي، الخسائر دي على حساب مين؟ مش على حساب الغلبان؟ والله ما على حساب الفقير، على البتاع ده الغني، على حساب الغلبان والفقير. الخسائر دي بتبقى على حسابه هو بس. انما الشبعان بياكل وبيشرب ومش داريان بدنيا. طبعا كارياف في كيس بعمله كده المؤاخذه، يعني الغسيل بربع جنيه، فزودته في خامته شويه وعليته شويه وخليته بنص جنيه. فطبعا ده بيقول لك ليه، ودي يقول لك عشان ايه. فانا بتوصل بقى يا جدعان، دي غلى عليا، دي رفع اسعار، العربيه اللي بتجيب لي رفعت مشارات، فهي بتوصل لكده، الخامه نفسها رفعت في المشار. بس والله احنا اولا ربنا يهدي الحال وكل حاجه ترخص، دي اللي نطلبه. المواطن البسيط في الاول وفي الاخر عايز الحاجه رخيصه. اولا النهارده التموين نزل، يعني الدعم يعتبر بيتشلك شويه بشويه. ماشي العيش اي نعم النهارده خلاه بالبطاقه وكله بياخد وكل حاجه، بس برضه يعني الناس تقدر تقول الناس السعر خلى كل واحد يتوجه. يعني في ناس اتوجهت كتير، العالم كلها دلوقتي تلاقيها اجري على العيش اجيب عيش، اجري على التموين بقى اجيب تموين، ونروح تجيب تموين مش هتلاقي، بتلاقي نصه مش موجود. الحاجه بتيجي من هناك غاليه، وهنا الناس ما معهاش فلوس، الناس ما معهاش فلوس خالص تشتري، كل حاجه غاليه، كل حاجه بالنسبه للفاكهه بالنسبه للخضار كل حاجه غاليه، غاليه من هناك اساسا، وهنا الناس ما معهاش فلوس تشتري. عليك انت واقف على ساعه، يعني واحده واقفه بتتحايل عشان تنقص 50 قرش، هي لو معاها فلوس هتتحايل على بيع عشان ينقص لها 50 قرش؟ ادي حاله البيع والشراء. يا رب لو يجي التلفزيون يصور، انا عايزه اعرف نفسي ايه السبب. الحاجه من هنا كلها غاليه، غاليه جدا، والناس هنا ما معهاش فلوس. طب ايه السبب؟ ايه السبب في الغلا ده؟
هم لما قاوموا ثوره وقالوا عشان حال البلد هيتعدل، هو اتعدل كده؟ هو كده يبقى اتعدل؟ اما الناس مش لاقيه والحاجه من هناك غاليه. ايه ده؟ انا اللي عايزه اسال، ايه ده بالظبط يعني؟ ده اللي انا عايزه اساله، ده يبقى ايه؟ مين المسؤول عن كده؟ ايه اللي خلى الحاجه هناك غليت جدا للدرجه دي، وهنا الناس ما معاش كلها فلوس تشتري؟ انت لو تقف معانا هنا يومين اتنين، يومين اتنين بس، هشوف يعني حاله الناس تصعب عليك بجد بجد. يعني الزبونه اللي كانت بتقدر تاخد ب 10 جنيه فاكهه، النهارده اخرها تاخد ب 3 جنيه اخرها 3 جنيه. انت جاي على ساهيه، يعني كيلو العنب ده واقف لحد هنا ب 3 جنيه وربع، واظن المسؤولين اللي هم الكبار عارفين بكده. احنا بنبيعه ب 3 جنيه ونص، هل ربع جنيه ده يعمل ايه؟ طب والزبونه تجيب منين؟ تجيب منين فلوس؟ الناس ما معاش فلوس، الناس ما معاش. يعني زي لما كانت زبونه بتاخد ب 10 جنيه اصبحت بتاخد ب 3 جنيه. هو اساسا المعلمين نفسهم غلوا الحاجه، قال لك الزياده في البنزين والزياده مش عارف في ايه وفي الحاجات دي كلها، لازم الحاجه دي تغلى. طب ليه؟ قال لك امال احنا هنجيب منين؟ قال لك احنا هنجيب منين؟ زي ما البنزين غلي الكيلو ونص بخمس، قال لك زي ما البنزين غلي وزي ما الحاجه غليت لازم كل حاجه تغلى، لازم. طب الناس دي ذنبها ايه؟ قال لك واحنا كمان ذنبنا ايه؟ هم يرفعوا الحاجه واحنا هنا ما نرفعش؟ طب احنا نجيب الشغالين دي تاخد فلوس منين وماهيات منين؟ لازم طبعا يرمي الرك على الحاجات اللي زي دي. طب والشعب يجيب من الاخر لما كل حاجه غليت؟ خلي المسؤولين يروحوا يسالوا الحاجه دي جايه من الجمله بكام؟ جايه من الجمله بكام؟ هتلاقي الكيلو واقف ب 3 جنيه وربع. يعني حتى البياعين اللي قاعدين بيبيعوا دول، تعرف ان البياعين جنبي كذا واحده بعد ما تشطب تقول لك النهارده انا عملت ب 6 جنيه ونص، النهارده انا عملت ب 10 جنيه. طب بالله عليك لما واحده ست تسيب عيالها وتخرج عشان تعمل ب 6 جنيه ونص ولا ب 8 جنيه ولا ب 10 جنيه، هتوكل عيالها بكام؟ وتجيب لهم عيش بكام؟ ولحمه بكام؟ ويلبسوا بكام؟ قول انت بقى كده هيجيبوا منين؟ لا بص، ده حاله النفس، ده ربنا يسترها، ربنا يسترها بجد، لاني يعني انا تالي هتحصل مجاعه في البلد. لا ده احنا لسه كمان، ده بصي يعني لما كل كمتر زي ده هو ما يسواش في نظريتي اكتر من 2 جنيه. تاخديه انت ب 3 جنيه ونص، طب هتجيبي منين؟ اه قال لك البنزين غلي لازم الحاجات دي تغلى. اه قال لك بصي لما حاجه زي دي مثلا كيلو علب اخضر اهو كنا بنبيعه ب 2 جنيه، اصبح الزبون ياخده ب 4 جنيه. ليه؟ اتفضل. بالنسبه لبطاقه التموين، عندك بطاقه تموين؟ ما عنديش. ورحت لمكتب التأمين قال لك انت بتاخدي دي؟ قلت له لا. قال لي بتاخدي دي؟ قلت له لا. ولا اي حاجه ما رضوش يدوني عيش، ما رضوش يدوني عيش في الكوشه. قال لي انت بتاخدي دي اساسا؟ قلت له ما باخدش. قال لي طب بتاخدي زيت وسكر وحاجات؟ قلت له بردك لا. قال لي كده انت ما تاخديش من عندنا عيش. طب انا ما معيش. طب اديني حتى بجنيه. قال لك لو هتاخدي بجنيه تاخدي 5 بجنيه من 20. طب انا الوقت احنا 5 انفار، طب نجيب منين؟ اجيب منين؟ انا واحده من الناس اجيب منين؟ انا كل يوم بجيب لي عيالي بس ب 5 جنيه عيش عشان يكفيهم، من ابو ربع جنيه قد كده، ابو ربع جنيه قد كده. اطلب ايه من الحكومه؟ اطلب العدل بتاع ربنا، اطلب العدل، اطلب يبصوا على الناس الفقراء، ما تبقاش هم قاعدين ومرتاحين وما يعرفوش الناس هنا بتدفع الدم قد ايه. اطلب ان يقولوا لمكتب التأمين اللي مالوش بطاقه دي لازم ياخد، ازاي ما ياخدش؟ اذا كان من دلوقتي قال لك الدقيق يترفع عن اللي لهم البطايق، لو خدوا عيش ما ياخدوش دقيق، ماشي؟ طب واللي زي حالاتنا واللي ما عندوش بطاقه ما بياخدش زيت ولا سكر، طب يعمل ايه؟ يعمل ايه يعني؟ اطلب ان هم يبصوا علينا احنا، ما يبصوش على نفسهم هم بس. ده اللي انا طالباه.